قد يكون هذا آخر منشور لي، وهذه الصورة آخر ما أستطيع إيصاله إلى مرضى الثلاسيميا، وأنا في طريقي إلى سجن إيلام المركزي، حيث بعد 4 أيام قد يحكم علي من عشر إلى عشرين سنة. كان هذا آخر ما كتبه الناشط المدني علاء العبودي على صفحته بعد أن اعتقلته السلطات الإيرانية على الحدود وهو يحاول إدخال علاج لمرضى الثلاسيميا. فنشاهد. هاي اخواني، شوف هاي الابر مال الديسفيرال، هذه ابر الديسفيرال اللي ضروريه للمرضى على مود يعيشون. فانا ادخلها عن طريق ايران، عن طريق طبعا مجموعه من الاخوه جزاهم الله الف خير، نشتريها من ايران بسعر رخيصه، الاكسباير مالتها مضبوط يعني ما بيه شيء، وندخله نتاكد من عده ونعرضه على خبير هنا كبير، يعني نتخذ كل الاجراءات الاحترازيه من عده ونشتريه وندخله. وزاره الصحه الفاشله اللي ما قدرت توفره خلال مده سنتين، احنا سنتين نجمع بيه، هاي بين فتره وفتره كل 15 20 يوم او شهر شهرين نجيب لنا وجبه زينه ونوزعها على المرضى في مستشفى الزهراء مجانا، يعني مو قضية ثانية، قضية إنسانية بحتة، فلا يستغلها أحد أنه قضية الكم شمالتي أو ما أدري شنو لأسباب رخيصة. زين، هذا من جانب. من جانب ثاني، معناته إذا ظهر لكم هذا الفيديو أنه أنا طحت بشدة وأسأل مرضى الثلاسيميا أنه يدعوا لي، طبعا هم ما يعرفون أنه أنا كشخص أنه أنا